هكذا كانت تبدو المدرسة الابتدائية ببلدية رجم الدموش جنوب ولاية سيدي بلعباس. المشهد يعبر عن نفسه. بعد أشهر من الترميم صورة أخرى للمكان. هؤلاء التلاميذ ينعمون بمدرسة لطالما حلموا بها. 123 منطقة ظل عبر 46 بلدية من أصل 52 تم إحصاؤها بالولاية لكي تستفيد من مشاريع متنوعة: طرقات، شبكة الصرف الصحي، والربط بالكهرباء والغاز. 12 عملية خصصت لمناطق الظل، يعني 6 منهم تم الربط نتاعهم والتشغيل نتاعهم. البارح دشنا وحده، درنا لا ميزون غاز، وربعة راهم في طور الإنجاز، واثنين رانا نستناو انتهاء اشغال الصرف الصحي باش نتبعهم بالغاز الطبيعي. بما يخص الكهرباء، سجلنا 4 مناطق الظل اللي راهم اليوم رانا دشنا جزئيا وحده مع محول كهربائي جديد لفائدة 120 سكن، وكاين واحد اخرى غادي تتم باش نوصلوا 208 سكنات. هنا مثلا بدوار الغنادزة وقرية مارح الفوقاني ببلدية تنيرة استفادت 300 عائلة من الربط بغاز المدينة والكهرباء، مع توفير إنارة العمومية، ما سيحسن من حياة اليومية لقاطنها. نحاولوا نروحوا تال بلعباس نجيبوا الغاز، وين قام عليك غالي اللي ما عندناش مسكين ترونسبور زقت عليه. الحمد لله عندنا غاز دوبيل طابي، وراهم ركبوا لنا ثاني لي سينيسمو هذه وشاورها ناقصة، وركبوا لنا الغاز. وعلى غرار كافة ولاية الوطن، تعمل السلطات الولائية على وضع ملف التكفل بمناطق الظل في أولوية أجندتها، لما يسمح بدفع العجلة التنموية وتلبية المطالب الأساسية للمواطنين. تمويل قرابة 43% من هذه من كل الحاجيات التي تم إحصاؤها على مستوى 13587 منطقة. لازم القضاء التام والنهائي لكل مشاكل التي تم إحصاؤها، ونتمنى أن يكون هذا في الظروف القليلة، الظروف يعني الزمنية القليلة الوجيزة. أكثر من 2 مليار دينار جزائري هي قيمة 160 عملية تنموية مست مختلف دوائر بلدية سيدي بلعباس منذ سنة 2020.